بالنسبة لزراعة الورد، زراعة لها عدة فوائد. وزراعتنا بالورد في الشتاء بنزرعه وبالصيف بنطلع بنشتغله. نحن بالنسبة لنا استهلاك داخلي حد الآن. بالنسبة لزراعة الورد، زراعة حديثة لها تقريبا بالمنطقة حوالي 6 سنوات. تبدأ زراعة الورد بداية الشتاء، كانون أول كانون ثاني. طبعا بعد بداية الزراعة، بعد زراعة الورد بحوالي تقريبا 4 شهور يبدأ الإنتاج. 15 ل 20 نيسان يبدأ قطاف الورد بداية الموسم، يستمر حتى نهاية تشرين أول تقريبا. بالنسبة لزراعة الورد، زراعة لها عدة فوائد. من فوائد المربيات، الزهورات، العطورات، يستخرج منها كريمات للتجميل. فكرة هي اجت من جماعة المهجرين، اخواننا المهجرين الشوام، اجت هالزراعة وتطورت معنا مع تطورت الزراعة. إنها تقريبا 6 سنوات بزراعتها. بالنسبة للنبتة، بنهاية الموسم بدك ترجع تقصها من حرف الأرض، ارتفاع 20 سنتي 15 سنتي ترجع بتقصها، تأخذ منها الأقلام. بالنسبة لسائل النبتة بتقصصه صاصة على 20 سنتي عقل، وبترجع بتزرعها بالأرض، تستخرج منها، بتستفيد منها بالشروش، مردود المالي جيد. نحن بالنسبة لنا استهلاك داخلي حد الآن استهلاك، ولكن يعني نتمنى أنه يصير معمل عطورات في هالمنطقة. في حال صار معمل عطورات بالمنطقة الشمالية في إفادة أفضل. أنا رئيسة ورشة، بشتغل بالبرية، معي عمال، معي 15 عامل، بنشتغل عند هالزلمة، بنحوش ورد، نزرع له مثلا أشهر عنده شغل بنشتغل له هو. وزراعتنا بالورد في الشتاء بنزرعه وبالصيف بنطلع بنشتغله، يعني ما عندنا شغلة نروح غيرها. وعندي الحمد لله كام عامل، وهذا الورد نستخدمه للمربى، للزهورات، للعطورات. والله يا ابني ما في شيء هوين، ما في شيء هوين. هلا قال لي مطامله من راس للراس، شو بده يصير فيها؟ يعني مثل حكيتي، انا عمري 65 سنة. ايه الحمد لله عم ندبر حالنا. هلا صار لنا شي شهر عم نقطفه، لسه بيطول 2 3 شهور بس بخف. هلا هي هجمته بعدين بخف، بعدين برجع بهجم هجمه الاخر، ونفس الشيء برجع بخف في اخر السنه.